بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 88 بعد 100. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في لقاء مبارك في برنامج نور على الدرب. ضيف هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بالشيخ في هذا اللقاء. حياكم الله وبارك فيكم. هذا الأخ أبو ناصر يسأل عن بعض الكتب، يقول ما رأي الشيخ في كتاب فتح الباري وأيضا كتاب تفسير الزمخشري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، بالنسبة لكتاب فتح الباري وهو شرح لكتاب صحيح البخاري، فهو أجود الشروح لهذا الكتاب وأحفلها وأوسعها، وهو موسوعة عظيمة، موسوعة علمية عظيمة، جمع فيه مؤلفه أقوال أهل العلم وآراءهم كثير من المسائل، فهو كتاب حافل ومرجع عظيم لأهل الإسلام ومفخرة لهذا الدين. وإن كان قد يقع فيه بعض النقولات فيها تأويل أو فيها آراء لأصحابها، لكنها مغمورة بما في هذا الكتاب الحافل من العلوم العظيمة الشريعة الإسلامية. فرحم الله الحافظ بن حجر وجزاه خيرا عما قدم. آمين. وهو من جملة كتبه العظيمة في السنة، فهو إمام جليل وقد أفاد وأجاد رحمه الله في كل فن من فنون علم الحديث، ولهذا يلقب بأمير المؤمنين في الحديث. وأما تفسير الزمخشري أو أيضا تفسير الحافل، لا سيما في بلاغة القرآن وأسراره اللغوية وتحليل ألفاظه، فهو كتاب مفيد، ولكن يؤخذ عليه أنه تهجم على أهل السنة في مسألة الأسماء والصفات. فالعالم يطلع ويستفيد منه، يطلع عليه ويستفيد منه، أما المبتدي فلا يصلح أن يقرأ فيه، لئلا يلتبس عليه ما فيه من تأويل وما فيه من تهجم على أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج فضيلة الشيخ، يقول تسمية سور القرآن من أين أخذت فضيلة الشيخ؟ تؤخذ مما ذكر فيها، مثل البقرة ذكرت لأنها ذكرت فيها قصة أمر بني إسرائيل بذبح البقرة لمعرفة القاتل، وهي معجزة من معجزات موسى عليه الصلاة والسلام. سورة آل عمران لأن الله جل وعلا قال فيها إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، ذكر فيه قصة ليس عمران وما حصل لأهله من الكرامات والخيرات. والنساء لأن الله ذكر فيها أحكام النساء، وهكذا كل سورة تسمى بما يرد فيها من قصص أو أحكام، مثل سورة النمل، قصة النملة التي قالت يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم
العنكبوت لقوله تعالى مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وهكذا. وهناك من السور ما ورد تسميتها في السنة النبوية مثل البقرة، ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها سورة البقرة، وآل عمران سماها آل عمران وهكذا. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله يقول: شيخنا إن شاء الله أريد أن أبني مسجد، فهل لابد من وضع علامة الهلال على منارات المسجد أو منارة المسجد، وهل هذا كان معروف في عهد الصحابة؟ ليس هذا بلازم. إذا وضعت فلا مانع من ذلك، لأن الناس تعارفوا على هذا، وليس فيه محذور شرعي، ولعله مأخوذ من قوله تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. جزاكم الله خير. فقرته الثانية يقول: ما رأي الشيخ صالح سلمه الله في المبالغة في زخرفة المساجد، وما هو البناء والزخرفة المسموح به في الشريعة المساجد؟ المشروع بناء المساجد بما يليق فيها من قوة وسعة وإحسان للبناء، بدون تزويق وبدون زخرفة. زخرفة منهي عنها لأنها من الإسراف، ولأنها تسهل المصلين عن العبادة، ينظرون في هذه الزخارف والنقوش والكتابات، ولأن في هذا تشبها بأهل الكتاب في زخرفة كنائسهم، قد نهينا عن التشبه بهم، ولما يدخل في هذا من المفاخرة والمباهات. أحسن الله إليكم. أم إيمان تقول: فضيلة الشيخ حفظه الله، ما الأسباب الناجحة على استمرار الحياة الزوجية المستقرة، وما السبب الرئيسي في وقتنا الحاضر في كثرة الطلاق عند بعض الناس وعند بعض الشباب؟ الله سبحانه وتعالى أمر بالعشرة بالمعروف وعاشروهن بالمعروف، يجب على كل من الزوجين أن يصاحب الآخر بالمعروف وبأداء ما أوجب الله عليه نحو الآخر من الحقوق، وإن حصل شيء من الكراهية من بعضهم للآخر فيصبر. قال تعالى: وإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق المؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها الآخر. قال عليه الصلاة والسلام: إن النساء خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمها كسرتها، كسرها طلاقها، وإن استمتعت بها استمتعت بها وفيها عوج. هذا يشير إلى الصبر، وأن الزوج يصبر على ما قد يجد في الزوجة من عدم التئام لبعض الأمور، وأن يصبر ولو كره شيئا منها، عسى أن تكره شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. هي كذلك تصبر على ما قد يحصل من زوجها مما قد لا يرضيها، فتصبر وتتغير الأحوال وتتبدل الأمور، ويزول تزول الكراهة بإذن الله مع الصبر والانتظار. وأسباب الطلاق في وقتنا الحاضر الشيخ؟ هو أسباب الطلاق أنه لا يصبر على شيء يكرهه منها، أو هي لا تصبر، ويحصل بذلك ينتهي هذا بالطلاق. ولهذا قال الله سبحانه: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، أين طعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. هذا في حق الزوج. وقال في حق الزوجة: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح. وقال سبحانه: أبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها أن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما. فالشارع جاء بمعالجة
ما يحصل بين الزوجين حتى تنتهي المخالفة وتعود العشرة مهما أمكن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج يقول: المسلم يتعبد بتلاوة القرآن، فهل قراءة القرآن بالقلب فيها أجر أم يجب تحريك اللسان أثناء القراءة؟ لا تسمى قراءة ولا يؤجر عليها إلا إذا تلفظ بها، سواء رفع صوته وجهر أو أسر بها. المهم لا بد أن يحرك لسانه ويتلفظ بالقرآن، هذه التلاوة. أما استحضارها في الذهن هذا لا يسمى قراءة ولا تلاوة. نعم. يقول: السبع المثاني لماذا سميت بذلك وهل هي الفاتحة؟ نعم، المشهور أنها الفاتحة لأنها سبع آيات، وسميت بالمثاني لأنها تكرر قراءتها في كل ركعة. وقيل المراد بالمثاني السبع الطوال، سبع السور الطوال في أول القرآن. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت من جدة أم سعد تقول: إنني أعاني يا شيخ من كثرة نزول الدم من اللثة مما يسبب لي مشقة شديدة أثناء الصيام لرمضان أو التطوع، حيث أحرص على عدم وصول شيء منه إلى جوفي، كيف العمل بذلك مأجورين؟ لا حرج عليك في ذلك إذا حرصت على لفظه وتفله، ولكن تسرب شيء من غير اختيارك فلا حرج عليك ولا يؤثر على صيامك إن شاء الله. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا السائل يقول: اشرحوا لي يا شيخ الحديث القدسي الذي في آخره: ولئن استعاذني لأعيذنه. نعم، حديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. هذا شرح للحديث، آخره يشرح أوله، أن معنى قوله كنت سمعه، كنت بصره، كنت يده، كنت رجله، أن معناه أن الله يسدده في هذه الجوارح والأعضاء فيستعملها في طاعته، فهذا معناه المعية الخاصة إلى الله لعبده الذي يتقرب إليه بالنوافل بعد أداء الفرائض. نعم. أحسن الله إليكم. الأخت تقول: أنا أدعو يا شيخ، أدعو الله عز وجل بقولي: اللهم إني أسألك أن تعجل لي الزواج، هل التعجل في الدعاء من أسباب عدم الإجابة؟ ليس هذا من أسباب عدم الإجابة طلب التعجيل، هذا دعاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما استسقى قال: اللهم غيثا مغيثا عاجلا غير آجل، لأن في تعجيله مصلحة للعبد. وأما الاستعجال في الدعاء فمعناه أنه يقول: دعوت ودعوت فلم يستجب لي، ثم يترك الدعاء، هذا هو المنهي عنه. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يسأل عن كفارة الإفطار في رمضان من غير عذر. كفارة الإفطار في رمضان على قسمين من غير عذر: أن تكون بالأكل والشرب ونحوه، وهذا ليس فيه كفارة على الصحيح، وإنما كفارته القضاء، أن يقضي ما أفطر. وإذا أخر القضاء إلى رمضان من غير عذر إلى رمضان آخر من غير عذر، فعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم كفارة عن التأخير. النوع الثاني: الإفطار بالجماع، وهذا يلزم فيه ثلاثة أمور: الأمر الأول التوبة إلى الله عز وجل، الأمر الثاني قضاء اليوم الذي حصل فيه الجماع، الأمر الثالث الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فإنه يصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم 60 مسكينا. نعم. أحسن الله إليكم. أبو عبد الله من الخارج يقول: فضيلة الشيخ، كثر في الوقت الحاضر وخصوصا أيام العطل عند كثير من الشباب،
وفي الاستراحات، السهر الطويل، وعدم الصلاة، صلاة الفجر مع الجماعة. نريد من الشيخ نصيحة لهم. على هؤلاء يتقوا الله وأن يحافظوا على الصلاة مع الجماعة، ولو ذهبوا إلى استراحة وعندهم مسجد قريب يجب عليهم أن يصلوا في المسجد مع الجماعة ويرجعوا إلى استراحتهم. وهذا إذا كانت الاستراحة ليس فيها لغو ولا لهو ولا لعب، أو فيها إسرار غير مرضية وأفكار منحرفة، لأن بعض الناس يستغل الاستراحات في هذه الأمور لنشر الأفكار الخبيثة وتحزبات ونحو ذلك. لكن إذا خلت من ذلك وصارت مجرد توسع واستراحة من الأشغال وتآنس فيما بين الحاضرين فلا بأس بذلك، لكن مع المحافظة على صلاة الجماعة. إذا كان بجانبهم مسجد ويسمعون الأذان فإنهم يجب عليهم الحضور في المسجد، وإن لم يكونوا قريبين من المسجد فيقيمون الصلاة استراحتهم جماعة. نعم، في أوقاتها. من السودان أم أحمد تقول: هل يجوز لي أن أصوم أيام التشريق؟ أيام التشريق لا يجوز صيامها إلا في حالة واحدة، إذا كان متمتعا أو قارنا ولم يقدر على ذبح الهدي ولم يصوم الثلاثة قبل يوم عرفة، فإنه يصومها في أيام التشريق، لما في الحديث: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة أو قران. نعم. فقرته الثانية تقول: الشيخ صالح، هل الحج المبرور يكفر الكبائر والصغائر؟ هذا محل خلاف بين العلماء. المشهور أن التكفير إنما هو للصغائر، إن تجتنبوا الكبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيئاتكم يدخلكم مدخلا كريما، ولقوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. ومن العلماء من يقول إن الحج المبرور يكفر الذنوب كلها الكبائر والصغائر، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قوله صلى الله عليه وسلم: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيومي ولدته أمه. هذا وظاهره أنه يكفر الكبائر والصغائر، والله أعلم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. أم يوسف تستفسر عن بعض العبارات، تقول يردد بعض الناس: الزواج نصف الدين. نعم، هو كذلك، الزواج مهم جدا لما فيه من حماية العرض والصيانة عن الحرام، وكما قال صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج. الزواج فيه مصالح عظيمة، وفيه أيضا سبب لإنجاب الذرية وتكثير النسل الصالح، تكثير الأمة. لا شك أن الزواج فيه مصالح عظيمة، لا سيما في حق من يخاف على نفسه من الفتنة. نعم، أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ تقول: العبارة الثانية نسمعها من بعض الناس: أبغض الحلال عند الله الطلاق. نعم، هذا ورد في حديث وإن كان فيه مقال، ولكن لا شك أن الطلاق أنه لا يرغب فيه إلا عند الحاجة. قال تعالى لما ذكر الحلول في معالجة النشوز: فإذا لم تجد هذه النشوز قال: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته كان الله واسعا حكيما. الطلاق إنما يكون في آخر المراحل إذا لم يمكن علاج الخلاف بين الزوجين، فهو بغيض إلى الله لما فيه من تشتيت الأسرة وتضييع الأطفال،
تضيع تربيتهم ورعايتهم من قبل الأب، ففيه مضار. نعم. جزاكم الله خيرا. الفقرة الأخيرة في رسالة السائلة تقول: أحد أقربائي يا شيخ يقول دائما ويردد: يا ما صليت ودعيت ما استفدت شيء. يقولها حينما أذكره وأقول له: إذا ضاقت بك الدنيا فقم وتوضأ وصلي ركعتين، ادعو الله كما تحب، علما بأنه يصلي الصلوات المفروضة في المسجد إلا عندما يكون نائما أو مشغولا جدا. أتمنى أن تنصحوه. أولا عليه أن يحافظ على الصلاة ولا يشغله عنها شيء. الصلاة هي عمود الإسلام وهي الفارقة بين المسلم والكافر، فعليه أن يحرص على الصلاة مع الجماعة، وأن يحرص على الصلاة في وقتها، وأن يقيمها كما أمر الله سبحانه وتعالى. وأما قوله: يا ما صليت يا ما دعوت ولا حصلت شيء، فهذا كلام خطير، نسأل الله العافية، لأن معناه القنوط من رحمة الله. الله جل وعلا قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فعلى المسلم لا يقنط من رحمة الله حتى ولو كثرت ذنوبه. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. فالواجب على المسلم أن يعظم الرغبة في الله والرجاء في الله ولا يقنط من رحمة الله. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. الأخت أم أميرة من جدة تقول: ما هي الآيات والأحاديث التي تأمر بغطاء الوجه أو الغطاء الكامل بالنسبة للمرأة؟ الآيات التي تأمر بتغطية الوجه قوله تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. والحجاب يشمل الثوب الساتر والخمار، ويشمل الجدار والباب، فلا ينظر الرجل الأجنبي من المرأة شيئا من جسمها. وكذلك في قوله: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ومعنى يدنين عليهن من جلابيبهن، الجلباب هو الغطاء الكبير، الجلال الكبير الذي يكون فوق الثياب، تدني طرفه على وجهها، تغطي بذلك وجهها. قال تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. والخمر جمع خمار، وهو غطاء الرأس تدليه على وجهها وعلى نحرها. هذه الآيات التي ذكر الله فيها تغطية المرأة لوجهها. نعم. أحسن الله إليكم. تقول الأخت أميرة: هل يجوز السلام على الرجال أثناء ارتداء القفاز أم لا بالنسبة للمرأة؟ كان قصدها المصافحة فلا تجوز، ولا من وراء القفاز ولا من وراء الثوب. المرأة لا تصافح الرجل الذي ليس من محارمها، وإنما تكتفي بالسلام عليه بالكلام بدون ومن وراء حجاب. سلم عليه وهي متحجبة ولا تصافحه. لا. أخيرا تقول السائلة: هل والد الزوج وعمه وخاله من المحارم؟ والد الزوج من المحارم، أما عمه وخاله فليسوا من المحارم، هم من أجانب منه. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. هذا سائل البرنامج رمز لاسمه أبو عمار، يقول: شيخ، ما فضل مجالس الذكر وما معنى الحديث: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم؟ وهل سماع إذاعة القرآن من مجالس الذكر؟ مجالس الذكر هي المجالس التي فيها ذكر الله جل وعلا بالتسبيح والتحليل والتكبير والتحليل، وكذلك مجالس العلم، فإنها هي مجالس الذكر على الحقيقة، فحضورها فيه خير كثير. يستفيد الإنسان ما يتعلمه ويستفيده ومما يسمعه فيها من الخير، ويستفيد الأجر. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: هم قوم لا يشقى بهم جليسهم، أنهم قوم مجالس الذكر، فمن حضرهم عمته الرحمة وابتعدت عنه الشقاوة. نعم. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ.
إذن يعني سماع إذاعة القرآن من الاستماع للذكر. نعم، نوع من مجالس الذكر، لأن الإنسان إذا استمع لما يلقى في إذاعة القرآن من التلاوات والأحاديث النبوية ومن المحاضرات والدروس والفتاوى فكأنه حاضر في مجلس من مجالس الذكر، يناله من الخير ما يناله. نعم، الحمد لله. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. أم حازم الرحيلي من المدينة تقول: فضيلة الشيخ، ما حكم الغطرفة أو الزغرطة في الأفراح بدون أن يسمعها الرجال؟ وما حكم التصفيق أو الصفير في الأفراح بدون وجود رجال؟ كل هذه أمور لا تجوز. التصفيق والصفير هذا في تشبه بأهل الجاهلية ولا يجوز. كذلك الزغرطة هذه ليست من عادات المسلمين، وإنما هي من عادات العاجم، وإذا سمع الرجال فذلك زيادة شر. نعم. شيخ، ما المشروع للنساء في حفلة الأفراح؟ المشروع ضرب بالدف، أن تضرب النساء بالدف، وأن تغني بصوتها العادي، تغني المرأة أو تغني النساء بصوت عادي ليس فيه تطريب وليس معه موسيقى، وإنما معه دف فقط يجري إعلان النكاح، ولا يخرج صوته عن محيط النساء، لا يسمعه الرجال. نعم، جزاكم الله خيرا. نختم هذا اللقاء بهذا السؤال من أحد الإخوة لم يذكر الاسم في رسالته، ويقول: أريد الحج شيخ، ولي صديق في مدينة جدة، أريد أن أقوم بزيارته لعدة أيام قبل الحج، فهل أحرم قبل ركوبي الطائرة من الرياض إلى جدة، أم يمكنني أن أحرم من بيت صديقي في جدة؟ لا بد أن تحرم من الطائرة إذا قدمت إلى مكة مارا بجدة تريد الحج، فلا بد أن تحرم من الميقات الذي تمر من فوقه لأن تنوي وتلبي وتخلع المخيطات وتلبس الإزار والرداء، ولا بأس أن تقيم في جدة وأنت محرم قبل أن تذهب للحج أو للعمرة، ولا يجوز أن تتعدى الميقات وأنت تريد الحج أو العمرة وتقول أحرم من جدة، هذا لا يجزي، لا يصح منك، وإذا فعلته ينعقد إحرامك ويصح، لكن يكون عليك فدية لتجاوزك الميقات بدون إحرام. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يتجدد اللقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، إن شاء الله الأسبوع القادم في برنامج نور على الدرب.